من يكون عماد بن يونس مساعد فوز البنزرتي في الوداد؟ مساره كلاعب ومدرب، سماته الشخصية وطريقة تفكيره، وكل ما تريد أن تعرف عنه. عماد بن يونس أو العمدة أو كما عرف بلقب فان باستن تونس، بدأ مساره الكروي في فريق سكك الحديد الصفاقسية سنة 95-900 و1000، وبعد ذلك سينتقل إلى النجم الرياضي الساحلية في صفقة أحدثت ضجة كبرى في الوسط الرياضي التونسي بسعر خيالي يفوق 300 مليون في ذلك الوقت بأعلى صفقة داخل تونس. منذ قدومه اشتغلت ماكينة التسجيل لهذا اللاعب، يسجل بكل الطرق وفي جميع الوضعيات من جميع المسافات، أصبح هاجس المنافسين ومرعب الحراس. وبعد 3 سنوات سينتقل من النجم الساحلي للنادي الرياضي الصفاقسي الذي لعب في صفوفه 4 سنوات. بعد ذلك انتقل بين مجموعة من الأندية أبرزها الوكرة القطرية والترجي الرياضي التونسي، وختم مساره كلاعب في صفوف النجم الأولمبي الحلق، واتجه مباشرة للتدريب. ولعل أبرز محطاته كمدرب كانت داخل جوهرة الساحل، النجم الرياضي الساحلية، حيث شغل منصب مدرب مساعد لمجموعة من المدربين ومدربا أولا بشكل مؤقت. وفيما يخص أفكار الرجل التدريبية، فالرجل يميل للعب الهجومي والضغط العالي، وحسب شهادة كل من جاوره سواء كلاعب أو مدرب، فالرجل بأخلاق عالية ومحبوب من طرف الجميع، كما أنه دائما ما يكون قريبا من اللاعبين ويؤطرهم بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك لديه عين تقنية ثاقبة ومكتشف للمواهب، فهو من اكتشف محمد أمين بن عمر وبغداد بنجاح ومجموعة من اللاعبين الكبار في تونس، ويعتبر الرجل ربحا كبيرا للوداد. وكل من سألته عن عماد بن يونس من مسؤولين سابقين ولاعبين سابقين وحاليين إلا كانت أول إجابة لهم: رجل يحب الجميع والجميع يحبونه، قمة في الاحترافية وحسن المعاملة وداهية كروية. شكرا على متابعتك لنا. للمزيد من أخبار الرياضة لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك في التعليقات.